هذا هو العنوان العريض الذي التقطته الكثير من الصور والتقطته عدسات المصورين والإعلام وعيون المغاربة، وإن كانت الأمور بالنسبة لهم يريدون أن تكون على ما يرام. وكذلك لعلكم شاهدتم الصور والفيديوهات القادمة من حافلة المنتخب المغربي في الطريق إلى ملعب الشهداء في الوداد. لدينا الآن محاولة والكرة وحيد في مباراة اليوم مع ياسين بوس. الآن هنا محاولة اثنين، وهذا دليل على رغبة حول الله. تمام الساعة الثامنة، وآرثر موساكو الآن الأنظار. الآن الكرة ملعوبة والكرة تصل ترسل عالية تعود. المحاولة قائمة وطلب الأيمن، محاولة من يوسف النصيري، ياسين بونو، الحذر كل الحذر. الآن المحاولة تنتهي، ولدينا محاولة وتغطية حضرت وتعود من جديد عالية وفرصة لا زالت موجودة وفرصة. هدف لكونغو الديمقراطية، هدف في كنشاسا، الرعب في كنشاسا، هدف يسجل الآن. ديال الكرة ملعوبة الآن لمصلحة كما هم لقب الكونغو. محاولة، هذا وصف وحيد هليلوزيتش، علامة كاملة في المجموعات يورو، ومن بمبا هو من رفع القيمة نعم إلى مرحلة كسر العظم. لكنك الكرة بتوصل عالية ثانية، الآن كرة توصل على طول بأنه المفاجأة السارة في مباراة الذهاب. الآن هي كوم، ولا عمران لوزا ولا سفيان مراد. وحيد تحرك، كرة بترسل على ذكرى 74 التأهل الثلاثية. بونو احذر احذر، الكرة إلى ركلة حولها إلى لوزا. عمران، الرعب في كنشاسا ليس لهذه الآن. التبعات بونو ينجح، انطلاقة مقطوعة، فرصة ضاعت لا تضيع. جمهورية الكونغو فازت في ثلاث مباريات الآن حتى الآن. محاولة عمران فيها تخشيش كما يقول الآن. يسرى لوحيد، ترسل الكرة عالية على اليمين صامويل، لازال المبكر، لكن كرتين على بعضها في نفوس اللاعبي المغرب. محاولة قائمة يتحرك من خلال وانتقاء ذكي. الآن الكرة توصل على طول إلى، بدت أن تكون هدف ثاني. تقدم الآن لريان ماي، كذلك أثبتت ذلك تصفيات المنتخب. ما في شيء يستحق، العب التقدم، لا يلعبها كركلة مر، فقط ثلاثة أهداف. أطيق الرعب في كنشاسا يهدد، أول تهديد في الشوط الأول. الشوط الأول هدف لي، ليس بالضرورة في مباريات تصفيات أن النتيجة. الآن محاولة تتسدد، أيمن برقوق وأشرف في شرق، تدوشة الكرة، هي يا سلام مع الكونغو. المحاولة الثانية، ما هو القرار؟ ركلة جزاء مغربية احتسبها الجنوب افريقيا. الوطن العربي ريان ماي، يا ريان
وكأنه زيدان الآن. ويسا 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 إلى هذا الرأي. على الأقل المغرب بركلة وصلت محاولة كان الوصول ومن أقل الفرص التهديف اللي حيواجه سيلعب مباراة المغرب حتى كعشاق لاعب فنان لاعب حطها يوم لا يوم الثلاثاء. الكرة بتوصل الآن حاضرة وتبدو خطيرة. الله حاول وفرصة من كومباني ولا زالت على الشمال اتعلت من عمران بالراس يا اللي على يمينه واللي على يساره الآن أوروبا. وبعد ذلك اللحظات كنا نتفرغ للمباراة ومع أشرف حكيمي. فين أشرف حكيمي؟ لكن ترجع وانت متعل بالخطأ. الكرة جول يا الليوث الأطلسي. أشرف بعيدة مو المغرب أبد أبد أبد. الآن فرصة 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 جول جول جول. الله 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 الله. سجلت ليوث الأطلسي هدف الآن في مباراة الرعب في وياسين بونو. ياسين 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 يا ياسين.